ينعقد هذا اللقاء اليوم بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 16 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. وهذه المبادرة اللي كيف ستعرفوا هي في المرحلة الثالثة لها، قصد تقوية وتعزيز المكتسبات والمنجزات السابقة وإعادة توجيه البرامج للنهوض برأس المال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة. ومن أجل تثمين هذا اليوم الوطني للتنمية البشرية تم اختيار تخليد الاحتفال بشعار كوفيد 19 التعليم الحصيلة والآفاق من أجل تحسين المكتسبات. ونظرا للظروف الحالية التي تعرفها البلاد من جراء جائحة كوفيد، قامت العمالة مقاطعة مولاي رشيد كجميع العمالات باتخاذ التدابير اللازمة بتعبئة كافة الإمكانيات المتاحة من اعتمادات مالية وبشرية ولوجستيكية، قصد تخفيف من تداعيات الجائحة في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم اللي كيف تتعرفوا عرف واحد التأثير سلبي من طرف الجائحة على المستوى التعليمي ديال الأطفال، نظرا لانقطاع الدراسة مؤقتا ونظرا للدراسة عن بعد. وهذا اللقاء تيجي اليوم هو فرصة لإعطاء حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في المرحلة الثالثة لسنة 2019 و2020، باش تعطى الحصيلة ديال المشاريع اللي تنجزت في عملية مقاطعة مولاي رشيد، أولا للنهوض بالجيل الجديد وبالعنصر البشري، وكذلك باش تحافظ على هذا المستوى باش ما يهبطش على قبل جائحة الكوفيد. وهي فرصة باش يتعطاو مقترحات وتوصيات بناءة التي من شأنها تدارك هذه الوضعية وتحسين المستوى التعليمي في المنطقة.